زينوا نهار اليوم صحا عيدكم زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا على حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عم أخر كل فينا زهين كل يوم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبوباتي، صحة عيدكم. بون الفيديو هذا راني درتو انايا ليلة العيد كما يقولوها ليلة الشك درتو باش نطور ونمد افكار يعني البنات كيف هي يقدروا يبريزونتيو الحلويات تاعهم تاع العيد ولا فوالا يعني افكار فقط لهنا كيما راكم تشوفوا. بالنسبه لهاد الحوايج اللي راني حاطتهم لهنا ديجا راني مشاركتهم معاكم كمشتريات فوالا. هذا هو اللي ما شاركتوش معاكم، هاد الشاريو هذا البنات بزاف هايل، جاني اسورتي لهذوك رائع بزاف. وتسمى الحوايج اللي درتهم بريس كامل اون دوري الحوايج تاع الحلاوات. شوفوا فوالا كيما هكا حندي لكم، مازال لي شوفوا البلاطو عندي الدوغي عندي كبير، ما حبيتش نحطو الدوغي لا غالب ما عنديش عندي كبير بزاف، صافي كي نحطو هو لازم نديباراسي شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا هذه هي الطريقه تاعي اللي حطيت بها في العيد ان شاء الله الا كتب ربي. فوالا هادو هما هام الحلاوات راني شاركتهم من لهنا، ها هي الزهر الماء السكر فوالا كيما ما عارفين اي واحد يديرها. لهنا هام الحلاوات تاعي فوالا هام لهنا هاكي قاعدين تشوفوا فوالا فوالا الحلاوات هادو كامل راني شاركتهم معاكم هادو كامل راني شاركتهم معاكم البقلاوه فوالا لي شوكولا اللي درت البنات. انا كثرت من الحوايج تاع الشوكولا مي فريمون بصح جاو بنان بزاف، وراكم تعرفوا الوليدات يحبوا غير الحوايج تاع الشوكولا، وانا انا ما نديرش الحاجه كما الحوايج اللي ما ياكلوهمش الاولاد علاه نديرهم انايا. وضيافنا اصلا ضياف كيجيو يجيبوا الاولاد، الاولاد يشتيو الحوايج هادو، انا عجبوني اني نديرهم لهم خير. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي لهنا، شوفوا واش درت، حطيت من الفوق القهوه، حطيت لي تيرموس تاعي، لي تيرموس هادو بزاف هايلين البنات، جربتهم في الطار تاع بني هايلين هايلين تاع الصح. ولو كان نلقى نوتر كولور حنشريها نحوس عليها اون روج ولا في الفيغ، وهذا نديرو مع السيرفيس تاعي الاخر. في الفيغ لقيتهم كي رحت نشريها لقيتهم خلاصو. لا انا حطيت سيرفيس تاعي هذا اللي نعته لكم ديجا، اني نعته لكم شتيت نشريه في الدوغي ما كتبش ربي، ان شاء الله الا كتب ربي راح نشريه. ومن تحت حطيت الكيسان وحطيت الجو والماء والكازوز اللي حاب يشرب كازوز، وراح نزيد نشري باي تاع الجو صغار هذوك تاع التوب ما تدريش اون كاو جو لي وليدات ولا يلقاوهم. فوالا هذه هي مع تسمى الطريقه تاعي اللي درت بها، وهذا ما كان فوالا لهنا البنات. انا درت هكا بصح راني راح نروح ان شاء الله الا كتب ربي نعيد لبرومي جوغ عند عجوزتي، تسمى نوجد سينيتي في داري وكل شيء نغطيها ونروح نعيد لبرومي جوغ عندها، تسمى على بها نوجد قبل بليله ليله الشك نوجد حويجاتي مي لي كاطو دوك من بعد نغطيهم بانيلون كيما هكا ما يروحو ما يجيو فوالا. وبالنسبه للتاي هاو طيبيه سخون القهوه طيبيها سخونه هذا ما كان، تسمى كي تكوني موجده روحك وكل شيء ما ماكش حتضري خلاص. فوالا هذه هي هذه هي فوالا. نتمنى تكون عجبتكم حبوباتي طريقه البريزونطاسيون تاعي،
واي افكار ماذا بينا نتوما تاني تحطوا لنا افكار كنا نستفادوا من عند بعضنا، ولما على كل زي كاينين ويسخفوا يربعوا. وش الانسان بالشويه برك يشري، الدنيا ما راحه تهرب، كل خطره يشري حاجه، كل عام يشري حاجه يصدر لها ويشريها وخلاص. هذا ما كان. شكرا حبوباتي على المتابعه، وصحه عيدكم وصحه رمضانكم، وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله خير الاعمال يا ربي، وملقاة الخير حبوباتي ان شاء الله في فيديو واحد اخر. مع السلامه. مزينوا نهار اليوم صحه عيدكم، مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدنا وفرحنا، مبروك عيدنا وفرحنا، وعم على حباب جمعنا، على حباب جمعنا، إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم، نكونوا عم آخر كل فينا زهين كل يوم، نزيلوا نهار يوم صحة.